موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية ردت وقالت إن الخيول والمهور لن تقبل إلا من سن الرابعة، لذلك يجب أن أنتظر قليلاً وأأمل ألا ينمو هذا الحبيب الصغير أكثر من ذلك حتى نتمكن من إدخاله الموسوعة. بالطبع سيكون نوعاً فريداً. هذا المهر هو حبيبي، لا يسعك إلا أن تواصل احتضانه ومداعبته وإظهار الحب له. إنه مهر محبوب وصديق رائع.